أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات الفصول خالدون لا يحزنهم بفزع الكفار ابتسامته لأننا لا تفارق محيي ما نقدرش دابا كي نقول حفيظ كتجيني ديك الضحكة ديالو ابتسامة ما قصده أحد من الناس ولا نزكي الله أحد إلا وأجاب وأجاب تربى على أنه يجيب ينجد الفقراء والمساكين ولكن إحنا جاء أمر الله تعالى أيها الإخوة هل نرد قضاء الله لا نستطيع إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لكن احنا عزاؤنا في هذا الرجل ما يبرد حبنا لهذا الرجل هذا الجمر الذي تحدثت عنه كان رجل خير بامتياز ولا نزكي على الله احدا يعني عرفوه كما قلت الائمه والفقراء والبسطاء واللي عنده واللي ما عندوش اللي وقف عليه يعني وبيني وبينه سر لا يعلمه الا الله عز وجل انا هذا العبد الضعيف فهذا الانسان من هالطينه واش الان كان يتوقع ان يغادر الدنيا بهذه السرعه هنا يا اخوان ذكر نفسي بحديث للامام الترمذي رضي الله رحمه الله عن انس بن مالك قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد وفي روايه ما من مؤمن الا له بابان وفي روايه الا له بابان في السماء باب يصعد منه عمله وباب ينزل فيه منه رزقه فاذا مات في روايه فاذا فقداه بكياه أي بكته السماء والأرض ثم تلا قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين يا سعادة الآن إذا كانت السماء تبكي على مثل هؤلاء بمعنى شوف كل واحد فينا عنده جوج البيبان الباب الأول يصعد إليه عملك الصالح والباب الثاني ينزل منه رزقك والرزق كما قال العلماء رزق حسي ومعنوي بمعنى ماشي الرزق المادي فقط المال والمنصب والجاه وكذا لا قد يصرف الله عنك بلاءات نزلت بك الآن حينما الآن نعاني هذا الوباء ولازلنا أحياء أليس هذه نعمة من نعمة الله عز وجل؟ ينبغي أن نستشعر هذه النعمة كيف الله تعالى قبض عددا من عباده بهذا المرض وتركك أنت وأنا ولا ندري هل سنبقى هكذا أو لا يغادرنا الوباء حتى يأخذنا أو يأخذه هذا مصيرنا إذن أنا لما سعد الحافظ رحل يجيني هذا الحديث في بالي أنا كل واحد يشوف واش راه يطلع عند الله تعالى من العمل ديالو الصالح العلماء قال لك إلا ولا يصعد منه عمل قالوا إن العمل الذي يصعد هو العمل الصالح قالوا لأن عمل الكافر وغير المؤمن والمنافق لا قال لك إن الأرض والسماء تستعيد به من شرهما الإنسان يكون يدير الشر في الأرض حتى السماء ونهار والأرض نهار يموت تقول يا ربي الحمد لله الذي أنجيتني من هذا الإنسان الذي كان يمشي برجليه وكان يشرب الخمر ويفسد ويتعاطى المحرمات إيوا أخويا شحال عنده سي عبد الحافظ في عمره مازال ما وصلش 60 في حدود علمي ياك ولكن هل كان يتوقع أنه سيغادر؟ مشى عبد الحافظ مشى معاه كل شيء وحنا غادي نوليو بدا معاه ذاك العمل الصالح اللي كان يديره فلذلك أيها الإخوة هذه عبرة لا يكفي أن نشيع الميت فقط ونمشيو في حالنا مزيان نجيو نشيعوه في جهة هنا راه كيحب هذا الرجل ياك صحيح لكن أنا وأنت لما غادي نخرجوا من هنا واش نبقاو على الحالة اللي كنا عليها واش ما تخيلش أخي الكريم تقول أنا الآن يمكن باقي لي ساعة ساعتين باقي لي شهر أسبوع ماشي من باب احنا نفولوا هذا هو الواقع كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدنيا غير بحال شي قنطرة غادي تفوت فيها يمكن توصل 60 يمكن 40 يمكن 30 كم من الشباب في بركان اللي ماتوا في هذا الشهر اللي فات انتم تعرفوا شباب شاب جالس في المحل التجاري ديالو جاتو سكتة قلبية هل كان يظن انه سيموت اذا هذا القدر الله تعالى سيسري جميعا والله يا الاخوة الكرام هذا الانسان انا شخصيا احبه في الله عز وجل وما صرحت به الى احد الى هذه اللحظة احببت فيه سمته وابتسامته وحبه للخير هذا الشيء اشهد به ان بقي في العمر بقيه انا اشهد له بهذا الامر الله ولذلك الله قلت لكم في المسجد قبل قليل اللي يحب عبد الحفيظ حبا صادقا بلا ماديات بلا علاقات بلا انتماءات اللي يحب هذا الرجل يقول يا ربي الله قد سامحته في الدنيا ولا اطالبه يوم القيامه عرفتوا شنو هو هذا الانسان قال لك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الناس قال مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه اللي ما يكذبش فما مخموم القلب
قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. راجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بسيط، كاع ما يعرفوش الناس، بحال نقولوا حنا غير عروبي. كل نهار يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو ملي كيتوضا كان اللحيه ديالو كتقطر ومقفط، فكيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخل يقول لهم سيدخل عليكم رجل من اهل الجنه. قال لك وجي داخل هاد الدريويش، هذا دريويش عندكم تحسبوا بان يوم القيامه سيكون الكلمه للالقاب والمناصب؟ لا لا لا، هذا الشيء ما كاينش، جنازه رجل او جنازه امراه فقط. دخل هذا الرجل، الناس كاع ما كيعرفوش شكون هذا، ماشي من كبار الصحابه ولا من صغار الصحابه. الغدا ليه قال لهم سيدخل عليكم رجل من اهل الجنه، فدخل الرجل نفسه. ونهار الثالث سيدخل عليكم رجل من اهل الجنه، فدخل الرجل نفسه. قال لك فلما مشى حتى الصحابه مشى عنده، قالوا يا اخي الكريم انا عندي شي مشكل مع العائله ديالي مع كذا، واش تقدر تضيفني واحد 3 ايام؟ بغى يعرف، اراد ان يعرف مش 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 شيء السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنه. مشى معاه 3 ايام هو ينعس معاه، قال لك في العشيه يصلي العشاء ديالو وينعس، غير انه كان اذا يتقلب على جنبه يذكر الله، الى نعس على اليمن وتقلب يذكر الله والعكس. قال لك فلما كملت 3 ايام قال له يا اخي مشى عنده، قال له ودي راه في الحقيقه راه ما بيني وبينك حتى شي حاجه، ولكن انا علاش درت هذه الحيله؟ بغيت نعرف واش راك دير، راه النبي صلى الله عليه وسلم شهد لك بالجنه. قال له والله هذا ما رايت، انا انسان عادي نحافظ على الصلوات ديالي على قد الحال، ولكن قال له كي نجي خارج من البيت بالباب كنقول اللهم من سبني او شتمني او قاتلني فقد سامحته في الدنيا ولا اطالبه به يوم القيامه. يا خويا كل واحد يشوف هذا القليب هذا، واش لما تخرج من الدار ديالك تسامح عباد الله واخا اعتدوا عليك؟ هل 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 المكان ديالك كمثل هذا الصحابي؟ فالله ان شاء الله عز وجل ان يرحم اخانا الكريم. امين. اللهم انا نسالك ونشهد بين يديك ونشهد بما في قلوبنا على ألسنتنا، نشهد أن هذا الرجل كان رجلا صالحا ولا نزكيه عليك يا رب العالمين. اللهم كل ما قدم من هذا الخير للناس ولنفسه ولذريته ولأحبائه اللهم اجعله في ميزان حسناته. اللهم اجعل وفادته عليك وفادة طيبة. اللهم استقبله كما استقبلت أنبياءك وأصفياءك وأحباءك، اللهم آنس وحشته بالقرآن العظيم، وآنس وحشته، كان يحب أهل القرآن، كان يحب أهل القرآن. حدثني إمام هذا الدوار الحسين أحمد زمان كان يحب، عنده الفقيه رسمي، العيد ديالو رسمي والطاعو ديالو، وماشي غير مع السي احمد كاع مع الائمه. تصوروا انتم هذا الشيء شكون اللي كان يعرفوا؟ وكان يدير باش يعجبك ما يديرش لا بيبليسيتي، ما يدير لا اشهار لا والو، اللي حاجه اللي دارها بينه وبين الله. قبل ايام اخبرني احد الناس سميتو كان من اللي كيجي من هنا كيجيب الحليب للامام، ولما ما جاش هذه 3 ايام مع مرض كلف ولده يجيب الحليب، بمعنى هو صاحب خير وخلى البذره ديال الخير ان شاء الله في الاخره. امين. والله يا ربنا نشهد لك بهذا الرجل ونزكي عليه، اللهم اغفر له وارحمه، اكرم نزله، وسع مدخله، وسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم وسع له في هذا القبر مد بصره، واجعله يا رب يجيب على سؤال الملكين فيكون من السعداء. اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم اجعله من السعداء بلقائه. اللهم انه قد ترك الدنيا وخلف اهلها ومالها وزينتها وزخرفها وراءك، اللهم استقبله كما استقبلت احبائك واصفيائك. اللهم اغفر له ما قدم وما اخر وما اسر وما اعلن وما انت تعلم به من، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم اظله في ظلك يا ربنا، اظله في ظلك يوم لا ظل الا ظلك، واسقه من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها ابدا. يا ربنا تجاوز كما احسنت اليه في حياته فاحسن اليه في قبره، واحسن اليه يوم بعثه ومشره. اللهم اجعله من السعداء بلقائك. اللهم انه قد نزل ضيفا على ابيه وعلى اخيه في هذه المقبره، اللهم ارحمهم جميعا رحمه واسعه. اللهم كما جمعتهم في الدنيا في اسرتهم فاجمعهم في مستقر رحمتك، اللهم اجمعهم عند في مستقر رحمتك. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين ساكنه هذه المقبره وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم كل من مات بهذا الوباء.